ايش الريزولوشن؟ Minimum input that gives a something observable in the output. Okay. إذن resolution. Resolution تتعلق ب discrete systems أو digital systems. Resolution تعريفها. Smallest. Smallest change. Of the input to cause a change in the output. أصغر قيمة أصغر قيمة ممكنة بالإنبوت اللي يعني لازم أتجاوز هاي القيمة اللي لازم تكون موجودة حتى تسبب تغير في الأوتبوت. هذا بينطبق على الأكتويترز وبتعلق كمان بالسنسرز. أعطيكم مثال عليها على فولتميتر. بعرف إذا أعطيتكم هذا المثال قبل هيك، خلينا نطلع عليه. لو عندي أنا فولتميتر بقيس ديجيتال، وخلينا نفترض إنه بقيس بس منزلتين، ممكن يقيس لحد 9.9 فولتس، من 0 ل 9.9 فولتس. ولو أنا هون حاطط واصل الإنبوت، واصل الإنبوت فولتج دي سي فولتج، عم بقيس دي سي فولتج. بدل الإنبوت هذا يتغير، كان هون عند النقطة هاي، وعند النقطة هاي كان الإنبوت مثلا 7.32 فولتس، والأوتبوت إيش كان مفرجيني هون؟ 7.3، مظبوط؟ هلا بدأ هذا الإنبوت يزيد، لأيمتى بده يضل يزيد هذا الإنبوت لحد ما الأوتبوت يتغير؟ هلا حسب طبعا تركيبته الداخلية، بس خليني أفترض تركيبته الداخلية بحيث إنه هذا بده يزيد 7.33، 7.34، ما رح يصير في تغير بالأوتبوت، مظبوط؟ 7.35، 6، 7، 8، 9، لما بوصل هذا 7.4 رح يتغير الأوتبوت، مظبوط؟ مش كان في عندي تغيرات في الانبوت ما سبب التغير في الاوتبوت؟ اذا ولذلك احنا بنقول هذا له علاقه بالديجيتال او ديسكريت سيستمز. بس الديجيتال او ديسكريت سيستمز اللي بتتحرك بستبس معينه. اذا احنا بنقول الريزولوشن تبعت هذا الديسبلاي هي 0.1 اوف فولت. نفس الشيء لو ردت هذه نزلت من هون هلا 7.31 7.3 لما تصير 7.29 راح يعطيني هون على الديسبلاي 7.2. اوكي ماشي واضح الهاي؟ نعم تفضل. نعيدها مرة ثانية. لو كان عندي نفترض هذا الديسبلاي كان مفرجيني هون، نفترض هذا الانبوت كان 7.2، ايش راح يفرجيني هون على الديسبلاي؟ 7.2. هلا كيف انت راح تسبب تغير بهذا ال 7.2؟ ايش لازم تعمل هون؟ بدها تزيد، مظبوط؟ لو هذا صار 7.21 راح يتغير هذا الاوتبوت 7.22، يعني معناها الاوتبوت تتغير وما صارش في تغير في الانبوت، تغير وما صارش في تغير في الاوتبوت. اذا هذا في حد معين للريزولوشن تبعت هذا الجهاز، مظبوط؟ واللي هي موجوده بالديتا شيت. لو فتحت الديتا شيت راح اقول لك الريزولوشن تبعت هذا الجهاز هي مثلا 0.1 او 0.05 او 0.4، معناها في تغيرات راح تكون صغيره جدا على الانبوت ما راح يحس فيها الجهاز، ما راح يقدر يعملها ديتكشن، لازم تزيد عن هذا الحد حتى يصير فيها تغير. معناها هذا بده يتغير من 7.2 ل 7.3 حتى يصير فيه تغير هون. اذا هذا هو اصغر تغير. اذا في تغيرات اكبر منه سبب التغير، بس ايش هو اصغر تغير لازم، يعني اصغر تغير مطلوب حتى يصير فيه تغير في الاوتبوت؟ قيمته قديش هون؟ 0.1 اوف فولت، مش هيك؟ لازم تغير عندي 0.1 حسب هو كيف التصميم الداخلي، بس هون احنا بنقدر نستنتج انه عندي 0.1 اوف فولت، او ممكن تحطها بلس ماينس 0.05 اوف فولت. يعني اذا كان هو في نص المسافه بده يزيد 0.05 او يطلع 0.05 حتى يصير في عندي تغير في الاوتبوت. نفس الفكره ممكن اطبقها على لو عندي هون ديجيتال لينير اكتويتر او ديسكريت اكتويتر. الديسكريت اكتويتر في عندي هون مثلا هذا ممكن يتحرك بهذا الاتجاه، والاكتويتر هذا حتى يتحرك بهذا الاتجاه انا عم بعطيه انبوت هون. نفترض هذا ستروك تبعه مثلا من 0 ملليمتر ل 20 ملليمتر،
فممكن هذا الاكتويتر يتحرك من هون من 0 ل 20 ملم. ولو اجيت انا اعطيته من هون الانبوت وطلبت منه مثلا يعطيني 3.9 ملم، فتحرك هذا وراح وقف على 3.9 ملم. لو الريزولوشن تبعته 0.1 اوف ملم، قديش بدي ازيد هاي حتى يرد يتحرك مره ثانيه؟ بدي ارفعها ل 4 ملم. اذا الريزولوشن عندي هون قديش؟ 0.1 اوف ملم او بلس ماينس 0.05 اوف ملم. ماشي واضح لهي؟ هذا بس لانه هذا ديجيتال او ديسكريت. الانالوج سيستمز ما فيها هاي الريزولوشن، فكره الريزولوشن مش موجوده في الانالوج، ولذلك الريزولوشن مستعمله بالشاشه مش هيك؟ بالشاشات لانه سببها بس مش نفس المعنى، معناها مختلف. الريزولوشن لانه في عندي شيء بيكسلز، في عندي شيء ديسكريت. اذا هذا تعريف الريزولوشن. لما نطلع على داتا شيت راح نلاقي في الداتا شيت راح تلاقي فيه تعريف للريزولوشن، خصوصا اذا عندي سنسر او ترانسديوسر.